الفقره دي فقره مهمه جدا، والفقره دي عن الذكاء الاصطناعي، بس مش الذكاء الاصطناعي بالمواضيع الشعبيه اللي احنا بنقعد نتكلم فيها ونشوف المستقبل رايح فين وجاي منين. الكلام ده ايه يعني شرحناه واتكلمنا فيه اكتر من مره. احنا عايزين نشوف احنا كدوله نقدر نقدم ايه في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والجوريزماته وعلومه الجديده الكتيره والمتشعبه الحقيقه والدقيقه، ونتحول من مجرد مستخدمين لمنتجين ايضا في صناعه التكنولوجيا، خاصه ما يتعلق بالاي اي، لان كمان بقى عندنا جامعات مصريه كتير دلوقتي فيها اقسام خاصه بالارتفيشال انتليجنس، وكمان عندنا بقى دلوقتي ودي شايفها يعني اهم شيء، عندنا فريق بحثي مصري انتهى من مشروع مهم لابتكار الالجوريزمز بتاعه الذكاء الاصطناعي، وهنوضحها في الفقره واحده واحده، الخوارزميات بتاعه الذكاء الاصطناعي، وهنشرحها لحضراتكم ازاي. المشروع ده بالتعاون ما بين هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات وشركه ميني ماكس الرائده في صناعه البرمجيات والاستشارات الرقميه، وهنعرف قصه هذا الفريق. والنهارده كمان احسن واحد ممكن يكلمنا في هذا الموضوع هو الدكتور عصام الجوهري، مدير المشروع وعضو الهيئه العلميه والمستشار بمعهد التخطيط القومي، ورجل له باع طويل في صناعه التكنولوجيا والبرمجيات، والنهارده هو هيورينا حاجات لطيفه جدا جدا ننبسط بيها. صح ان شاء الله. ازي حضرتك؟ اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اشكرك، نورتنا على المقدمه الجميله. هبدا مع حضرتك، يعني عندنا ابتكار لنماذج ذكاء اصطناعي خاصه بمصر، صح؟ ابتكار لنماذج ذكاء اصطناعي خاصه بمصر، وضح لي الجمله دي، اشرحها لي، يعني ايه نماذج ذكاء اصطناعي خاصه بينا؟ جميل. كلنا نعلم يعني ايه ذكاء اصطناعي، اللي هو نوع من انواع المحاكاه لكيف يفكر العقل البشري ويتدرب ويتعلم، وانا بعمل برنامج كمبيوتر بيحاول يبقى زيه زي العقل البشري، وبناء عليه بيطلع سوفت وير له طبيعه خاصه مبني على ارضيه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده علم، وعلم قديم وعريق من الخمسينات القرن الماضي. أيوة. بدات في العشر 15 سنه اللي فاتوا العالم يهتم بيه كتطبيقات، بدا يبقى فيه برامج نتيجه هذا العلم، لما بقى فيه بيانات كبيره، لما بقى فيه سوشيال ميديا، لما بقى فيه حوسبه بشكل عالي، لما بقى فيه تنافسيه شديده بين الشركات والحكومات وخلافه. طيب الموتور، الماكينه، المحرك لاي تطبيق منتج بالذكاء الاصطناعي هو الالجوريزم. ايوه. الالجوريزم ده ببساطه شديده برضو عشان المشاهد البسيط اللي بيسمعنا، ليه الخناقه اللي دايره بقى دلوقتي على اللي بيحصل فينا وازاي بيتم تهميشنا يعني الاحتمالات. نعم نعم نعم. الالجوريزم ببساطه شديده هو الطريقه، هو مجموعه من الخطوات الرياضيه، هو برمجيات، هو موديل، هو الطريقه اللي انا بتعامل فيها مع البيانات اللي جايه لي في البرنامج عشان اطلع منها معلومات تساعدني في اتخاذ القرار، الموتور والمحرك ل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فلما بوصل ان انا انتج الجوريزم او ابتكر الجوريزم دقيق النتائج زي ما انتهى المشروع، المشروع ببساطه كان ان احنا نعمل الجوريزمات للذكاء الاصطناعي باستخدام احد اهم الادوات اسمها التعلم العميق، الديب ليرنينج. ايوه. ان ازاي احلل سلوك المستهلك او المواطن، وبناء عليها في الوقت الفعلي يعني في لحظتها اقترح عليه عروض، لو هو بيشتري من على الانترنت من الاي كوميرس التجاره الالكترونيه، او لو بيشتري من على الكاشير في التجاره التقليديه، او لو موجود على السوشيال ميديا وانا بحلل سلوكه، ان انا اقترح له الاكشن اللي اعمله معاه عشان احتفظ بيه او اسيطر عليه، سواء كان زبون او كان مستهلك. احنا الفريق، ومعلش يعني عشان نرسخ لفكره فريق العمل، كان معانا الاستاذ الدكتور مصطفى عارف استاذنا الكبير، الدكتور محمد جلال، الدكتور تامر صلاح، الدكتور احمد موسى، الدكتور مها، دكتورة غدا عطف، يعني فريق كبير جدا من الناس اللي كانت بتشتغل. وكمان شويه لما نتكلم عن مصر فين من تكنولوجيا المعلومات او من الذكاء الاصطناعي هنشوف ازاي ان احنا عندنا قامات كتير جدا في مصر. المهم انتهى المشروع الى انه ابتكر الالجوريزم بالفعل، ونشرنا له ثلاث ابحاث في مجلات مصنفه محترمه على مستوى العالم. رجعت ورانا النتائج ودقه النتائج. طيب يا دكتور عصام، يعني لما عملنا الالجوريزم ده وعملنا ذكاء اصطناعي وانتجناه وصنعناه، لان فئات الناس اللي بتشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي كتير، في اللي بيعمل بحث علمي، وفي اللي بيعمل بحث علمي وينفذ البحث العلمي، وفي اللي ملوش علاقه، ودول ما اكثرهم يعني. بس خلينا الاول في العاملين في مجال البحث العلمي عشان اقول ان الالجوريزم بتاعك سليم، جربته
بنينا له بروتوتايب نموذج اولي عشان نجرب الالجوريزم الحاجات اللي على الشاشه دي يعني نشوف نقاط القوه الضعف الفرق لا دي هتبقى تخص الاستراتيجيه لا دي هتخص مصر بتعمل ايه دلوقتي انما الالجوريزم ببساطه كان فيه حاجه باللغه الانجليزيه يمكن نشوفها سريعا احد ممكن. المجلات المصنفه عالميا كيو 3 على مستوى العالم استعرضت نتائج الالجوريزم ومدى جديته ومدى قوته صحافه عالميه نعم وانا استخدمه في ايه وبالمناسبه الاستخدام برضو عشان اللي بيسمعنا انتوا بتتكلموا دلوقتي في الذكاء الاصطناعي والالجوريزمات واحنا ورانا اللي ورانا وعندنا ازمتنا وعندنا حضرتك ده هو حضرتك ده حضرتك ده الدول بتكبر وبتنمو باقتصاد المعرفه اللي مبني على الافكار وعلى الابتكار النهارده لما يكون عندي سوفت وير ده برضو دي من ملامح الاستراتيجيه لا لا احنا عايزين نشوف الحاجه اللي باللغه الانجليزيه مجال بالانجليزي الالجوريزم ده او البرنامج اللي بيعمل بالذكاء الاصطناعي ده ممكن يشتغل على اي برامج اي ار بيز في العالم فانا مصر لو بتمتلك 50 60 70 500 برنامج بدل ما تشتري برنامج اجنبي ندفع له دولار هندفع بالجنيه المصري ده واحد فانا بقلل الاعتماد على العمله الاجنبيه طيب نفس المنتج بتاع الالجوريزم الذكاء الاصطناعي ده اي حد بيشتغل في مجال التجاره الالكترونيه او بيشتغل في قطاع الخدمات او بيشتغل في قطاع المستشفيات او قطاع الصيدلات ايا كان القطاع اللي بيتعامل مع جمهور او مواطن قادر انه ياخد البروتوتايب النموذج ده او الاي بي اي ده عشان يركبوا ويركبوا على البرنامج بتاعه فبالتالي يحللوا له سلوك المستخدمين بتوعه ايا كان هم شكلهم ايه بناء على خصائصهم الديمقراطيه الديموغرافيه وخصائصهم يعمل لك بقى تحليل بيانات كامل ويقول لك عشان تحتفظ بيه او عشان ما يمشيش من عندك في اعمل وفي ايه الخدمه وتحسين كل شيء بالظبط كده ده سوفت وير مبني بالذكاء الاصطناعي انتاج مصري خالص انتاج عربي خالص حقوق ملكيه فكريه خالصه تعدينا مرحله ان احنا نجيب برامج من بره وذكاء اصطناعي من بره ونستهلكه تعدينا مرحلة ان احنا نقعد نتكلم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا تفيد لان احنا لو حضرت يعني الاستاذ عبد اللطيف والاخوه في الاعلام لما كلمونا في الموضوع شافوا اللوجو احنا حاطينه اي اي فور جودز اسف فور جود بالظبط الذكاء الاصطناعي للخير للتنميه ما انا اقدر اعمل ذكاء اصطناعي او برامج باستخدام الذكاء الاصطناعي توديني للارهاب ما هو بيحصل توديني للحاجات اللي فيها رفاهيه ملهاش لازمه ما كل المسيرات الجديده دي في البر البرامج اللي موجوده على السوشيال ميديا اللي طول النهار دخل صورتك هطلعك بعد 20 سنه وانت كبير في هل استفدنا حاجه من ده هنا الذكاء الاصطناعي ملوش لازمه القشور بس ده اسمه الذكاء الاصطناعي اللي ما وصلناش لاي هدف من اهداف التنميه المستدامه اللي لا ساعدنا في الزراعه ولا ساعدنا في الصناعه ولا ساعدنا في تحسين خدمه العملاء ولا في تحسين تجربة المستخدم لما بيتعامل في أي خدمة سواء حكومية أو دي النتائج اللي كانت في مجلة البوليتن مجلة عالمية مصنفة كيو 3 وموجودة في كل قاعدة البيانات العلمية كانت بتتدقق في النتائج ومدى 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 جودتها واللي اثبتنا فيها طبعا انت عشان تنشر بيبر في مجله مصنفه او عشان اصلا تطلع النموذج وتجرب النتائج فده خد مننا سنوات احنا قعدنا في المشروع ده 4 سنوات عشان نقدر نبتكر ده والفريق كان يعني مجموعه من المبرمجين ومجموعه من الباحثين دي المجله اللي نشرت evaluation for the deep learning model ده برضو تقييم ليكوا في نعم انت كان كل خطوه في الالجوريزم لازم نوثقها ولازم نتاكد منها بالمناسبه الالجوريزم او الموديل اللي احنا اشتغلنا بيه هو مجموعه معقده من الالجوريزمات كل مكان انت سوبر ماركت وانا سوبر ماركت تيجي تستخدم الاي بي اي بتاعنا او النظام اللي احنا عاملينه ممكن يستخدم لك الجوريزم وعند اخر يستخدم له الجوريزم اخر عشان يطلع له نتائج افضل لانه مجموعه من الالجوريزمات المعقده اللي بيتم اختيارها طبقا لحجم البيانات اللي عندك ونوعيه المستخدمين وخلافه ما اعرفش ليه وحضرتك بتتكلم حاسس الموضوع ده ممكن يطور لنا الاداء الحكومي كتير قوي يعني سؤال جميل صح تخيل ان احنا مصر عامله بالذات الحاجات بقى اللي فيها شباك وموظف يعني طبعا هي فيها برضو جزء الاجابه نعم بس دي ممكن تعمل شفافيه حلوه قوي وتسرع الدنيا خالص الاجابه نعم بس انا عايز اخدك ونروح لحته تانية كمان الصحه مجال وقطاع زي الصحه انا عندي 110 مليون مصري بيستفيدوا من الخدمات الصحيه من المستشفيات الحكوميه والجامعيه والتامين الصحي مفيش حد معداش على صح لك ان تتخيل ان ممكن تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء الالجوريزم اللي احنا عاملينه او اي حد بيجتهد يحلل سلوك المرضى هنا المستهلك هو المواطن هو المريض بالنسبه لي هو كلاينت في الاخر على مدار سنه 2 3 4 ويبدا يستكشف ويعمل بريدكشن تنبؤ بالناس اللي هتبقى عندها امراض سنه 26 و27 و28 و29 فابدا الامراض دي محتاجه ادويه فابدا انا اخذ قرار ان انا بناء على ان هيبقى عندي امراض كذا وكذا وكذا اصنع الدواء كذا وكذا وكذا بيعمل لك تنبؤ يا باحثين يا في كليه صيدله
احنا هيبقى عندنا احتياج شديد للادويه الفلانيه الفلانيه. طب ما يلا نعمل منتج محلي بدل ما احنا برضو بنجيب منتج. طب هنجيب براءه اختراع او حقوق ملكيه فكريه لحاجه بره وهنصنعها عندنا. ده حاجه على سبيل المثال. طيب ده انا اقدر اقي الناس من هذه الامراض طالما انا عارف ان الامراض دي هتيجي، فابدا احط خطه الوقايه. هنا انت بتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتيجه تحليل البيانات برضه عشان الناس. طبعا طبعا بالسحر ولا شعوذه. قوه الذكاء الاصطناعي والادوات الخاصه بيه زي المشير ليرنينج والديب ليرنينج والاي ان ان والكلام ده في قوته في تحليل البيانات الكبيره احنا عندنا في الابتكار بتاعنا كمان وفي الوقت الفعلي، يعني في لحظتها يعني وانت واقف في المكان يتم تحليل بياناتك وابدا اطلع تقرير عنك انت ممكن تستفيد من الخدمه ازاي. عموما الحكومه بكل فروعها الاستراتيجية المصرية، ومصر بالمناسبة عاملة استراتيجية كويسة قوي في مجال الذكاء الاصطناعي. أول ركيزة كاتبة الذكاء الاصطناعي للحكومة. يعني إحنا في مصر واعيين وعارفين إن الذكاء الاصطناعي المفروض إن يبقى أول مستخدم له هو الحكومة المصرية. لأن الحكومات بتستخدمه في كل المجالات، في زراعة، في صناعة، في تجارة، في تقديم الخدمات الرقمية والتحول الرقمي. أنا لو أنا عندي منصة التحول الرقمي بتاعي عندي 6-7 مليون واحد مسجلين عليها. بياخدوا خدمات، بتتبع سلوكهم في حصولهم على هذه الخدمات، بياخدوا وقت قد ايه على ما يعملوا الخدمه، مدى رضائهم عن هذه الخدمات، اقدر اطور المنصه طبقا لاحتياجات هذا المواطن طبعا واحسن التجربه بتاعته واخليه داخل تستقبل او تقرا. يعني ما يجي لك تقعد تضيع وقت في شكوى اتنين هو هيحلل لك 20 شكوى في نفس الوقت او يقرا لك 20 يحلل لك نعم الاف الشكاوي بسرعه. ممكن خدمه العملاء اللي حضرتك بتكلمها تسال او تستفسر عن استفسار تبقى بالذكاء الاصطناعي. مش لازم يكون شخص شات بوت قاعد بيرد عليك بيقرا الكلام بتاع حضرتك. وده حصل دلوقتي اوريدي. لا هو ده معظم التطبيقات اللي موجوده الان بالفعل. ده الحكومه تقدر تستفيد من هذه المنظومه بدل ما يبقى عندي 5000 واحد و6000 واحد قاعدين يردوا على التليفون. لا مجموعه اقل للحاجات الادفانسد، لكن الحاجات البيزكس ممكن الشات بوت يتم الاعتماد عليه. برضو معلش نقف عند فكرة الحكومة. هو مين أكبر مشتري لأي خدمات في أي دولة؟ هل القطاع الخاص ولا الحكومة؟ هل المواطن ولا الحكومة؟ الحكومة هي اللي بتشتري معظم الخدمات. هل برضو داخل في الجيل السادس من الشبكات والحاجات دي الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس نعم. بس أنا قبل ما نروح للجيل الخامس عايزين الجهد اللي اتبذل في ازاي الاستراتيجيه اللي اتعملت لمصر. معلش يعني لو نشوف صور باللغه العربيه مصر سنه 19 عملت العرب. عشان ما تتخلفش على العالم. احنا طبعا العالم سابق شويه تكنولوجيا. احنا عندنا من العقول النيره في كل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الهندسه وكليات العلوم كثير من العلماء لعلماء البيانات وخلافه. مصر عملت استراتيجيه بسيطه كده سنه 2019 وبعدين طورتها وسنه 21 او 22 عملت استراتيجيه للذكاء الاصطناعي عملها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. حاجه هايله. يعني انا شايف ان احنا ممكن نكون مقصرين شويه في التحول الرقمي لكن عاملين شغل كويس قوي في استراتيجيه الذكاء الاصطناعي. قعدنا هو احنا فين من العالم في الذكاء الاصطناعي؟ هو احنا عايزين الذكاء الاصطناعي ده يحسن من الدخل القومي المصري ازاي؟ هو احنا عندنا كوادر ولا ما عندناش كوادر تشتغل في هذا الموضوع؟ وعملوا تحليل عشان نشوف المخاطر بتاعتنا الفرص اللي عندنا ديت. التحليل ده مثلا ده من استراتيجيه مصر بيوضح نقاط القوه. اول نقطه قوه عندنا راس المال البشري المصري. ايوه احنا عندنا اكتر من 15-16 الف دكتور في كليات الحاسبات والهندسه والعلوم متخصصين في علوم الحاسب. عندنا طلبه والدكتور بيستعرض جزء من استراتيجيه مصر. لان احنا هنا كنا امناء ومتواضعين جدا وعارفين احنا فين وواقفين فين وعايزين نروح فين. عشان كده الاستراتيجيه ديت وثيقه مهم. شفنا نقاط الضعف. ده العنصر البشري اللي عندي رغم ان هو موجود لكن انا اهملت شويه قصه التدريب. فلازم اشتغل على التدريب بتاعه. طيب بس داخلين الحمد لله عندنا كليات وجامعات كتيره دلوقتي عدينا ال 100 جامعه. لكن ده كله هيكتمل كمان شويه ما نتكلم عن الايكو سيستم. عندنا فرص كتيره. طبعا لسه العالم بكري جدا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومحتاجين ان احنا يبقى عندنا عدد كبير وقدامنا فرص كثيره ان احنا نشتغل في هذا المجال. الاخطار منها المنافسه. دول كتير برضو زي ما احنا عايزين نخش مجال الذكاء الاصطناعي في دول ثانيه بتعمل نفس الكلام. الايكو سيستم عندنا فيه مشكله. ايه الايكو سيستم ده بقى؟ النظام البيئي. يعني ايه النظام البيئي؟ عندنا باحثين محترمين. المنصوره موجود، المحله موجود، القاهره موجود في الذكاء الاصطناعي. في علوم الحاسب اعرفهم بالاسم وناس افاضل وعندهم فرق بحثيه محترمه. طيب كمان انا يروح ينتج الجوريزم ازاي؟ يعني احنا لولا ان احنا تعاوننا مع هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات الشركه استثمرت فلوس
والهيئة استثمرت فلوس عشان تطلع المنتج، المنتج بيتكلف سنوات وملايين عشان يطلع. طيب الفرق البحثية لو ما معاش فلوس هتطلع حاجة؟ لا مش هتطلع حاجة. فالإيكو سيستم هنا في مشكلة. يبقى أنا لازم يكون عندي من الحاضنات وجهات التمويل الكتير اللي تخلي الباحثين اللي عندهم أفكار ينتجوا هذه الأفكار. بس لا مش على قد التمويل، أما أكمل بس الإيكو سيستم. أنا كحكومة لو أنا بجيب أي منتجات أو سوفت وير من بره فيها منتج ذكاء اصطناعي، شكرا أوقف، أنا عايزك تجيب من المحل. زي ما خدنا قرارات في الأزمة دلوقتي إن إحنا ما نجيبش حاجة بتكون بالعملة الأجنبية. افتكرت حاجة برضو دعم لكلام حضرتك، إن كان في استضافنا هنا في 90 دقيقة لو أستاذ محمود حتى يفكرني، كان باحث مصري مهم في جامعة صينية وكان عامل موديل للذكاء الاصطناعي ليه علاقة بالتغير المناخي، هيقدر يرسم من ضمن المخاطر اللي كانت موجودة من شوية هجرة العقول، وتكلمنا في الموضوع ده كويس، مش فاكر بس الجامعة ويعذرني مش فاكر المصريين في جامعات أجنبية، بس هو كان عامل شيء مؤثر جدا لو استاذ محمود فاكر يبقى فكرنا. نعم. فافتكرت الموضوع ده لانه برضو بيقولوا الاي اي هيبقى ليه دور كبير قوي في التوقعات المناخية والتغيرات المناخية في العالم، يقدر يصوتها بشكل جيد جدا واستباقي. تمام. استباقي الاشياء كتير. هقول لحضرتك كلمتين المشاهد وهو بيسمعهم يفضل دايما لازقهم بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي، التحليل والتنبؤ. اكبر واهم حاجتين بيعملهم الذكاء الاصطناعي، يقدر يحلل كميات كبيره من البيانات وبناء عليه يتوقع بالزبط. توقع اقرب الى الدقه. دول النقطتين السر. انا عايز ارجع بس لهجره العقول اللي حضرتك بتتكلم فيها من شويه، لان حتى يعني قالوا ممكن يساهم ممكن في التنبؤ بالزلازل والبراكين كمان، طول ما عندك بيانات. طول يعني ما انت عندك بيانات عندهم بوادئ مؤشرات جيده في ده. هو اكثر دقه دائما في التنبؤ. المهم ان في مصريين في جامعات اجنبيه كثير، الايكو سيستم بتاعنا او النظام البيئي الحاضن لكل الباحثين والمفكرين وصناع تكنولوجيا المعلومات وصناع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حابين ان يكون دائما هناك من الحاضنات اللي تستوعب الناس دي. حكومه بتشتري، قطاع خاص قادر انه يستثمر، تمويل موجود، القطاع المصرفي. تعرف ان القطاع المصرفي ده المفروض يكون اول حد لانه يقدر يعرف الناس اللي بتشتغل في غسيل الاموال عن طريق الذكاء الاصطناعي. المفروض ان هذا القطاع يساعد يستثمر في انه يقدر يمول. ازاي معلش؟ مش احنا اتفقنا طول ما يكون عندك بيانات. بيانات طبعا. طيب انا النهارده عندي 100,000 عميل في البنك. عندي فضول الصراحه. عندي 100,000 عميل في البنك، حلو الكلام؟ ومعروف ان انا بيجي لي تحويلات كل شهر وليكن ب 2000 دولار ب 5000 دولار عشان انا ليا شغل بره، وحضرتك بيجي لك ب 30,000 دولار، وواحد ثالث ما بيجيليش حاجه طول السنه، فجاه اتحط له مليون جنيه. منين؟ من شركه. فجأة اتحط له 3 مليون جنيه. فجأة بقى فيه فلوس راحة جاية. أنا النهارده لما يكون عندي سوفت وير قاعد بيمونيتور الكلام ده، بيروح مطلع لي الريبورت أو يعلم لي أحمر، في هنا فلوس بتروح وتيجي غير معتادة. يقدر يقول لي ويطلع لي تقرير بريدكشن. فيها تنبؤ بكشف في 80 90 واحد، دول لازم ننفستيجيت الفلوس بتاعتهم رايحة فين؟ جاية منين؟ ليه؟ برضه تحقيق بيانات صح؟ مش عايز اقول لحضرتك ان انت ممكن تستخدم نفس الالجوريزم مثلا احنا اشتغلنا عليه في انك تحلل سلوك الناس على السوشيال ميديا. ودي من اهم المخاطر بالمناسبه بتاعت الذكاء الاصطناعي. انا النهارده اقدر اقول لك لو جه وزير مصري اسمه فلان الفلاني. المخاطر. طبعا. دي لا دي حلقه ثانيه عشان احنا لنا مشروع طبعًا فيها طبعًا كامل عن المخاطر وازاي وده الاهم نواجه هذه المخاطر. بس ده لسه من كام يوم طلع مكالمه لبايدن وبدات تحذيرات كبيره لاستخدام الاي اي في يعني فبركوا مكالمه لبايدن وناس تدق. لا ده في حاجه اسمها الديب فيك. التزوير العميق. لا حضرتك هي مش هتبقى مكالمه صوت، ده هتبقى صوت وفيديو وانا شايف حضرتك بتتكلم وانت بتشتمني وانت لا كلمتني ولا شتمتني ولا اي حاجه. طب حصل ازاي الكلام ده؟ جبنا صوره لحضرتك وجبنا مشهد لحد كان بيتكلم في الفيديو، خدنا ملامح الصوره حطيناها على وش حضرتك وركبنا صوت وبقى اصبح وكانك تقوم بهذا العمل وانت ما قمتش باي شكل من الاشكال. بس من حسن الحظ في برامج كتير في المقابل من اللي قادره انها تفضح التكست او الصوره او الفيديو اللي معمول بالذكاء الاصطناعي. لو كمان قريت ان امريكا بتدرس دلوقتي تغريز الجريمه العقوبات المتعلقه بجرائم التزوير بالاي اي، لانه بدا الموضوع يبقى مخيف. احنا واحنا بندردش ميزه يعني الدردشه ديت بتودينا لحاجات جميله. مصر اطلقت حاجه اسمها ميثاق الذكاء الاصطناعي، ميثاق الاخلاقي للذكاء الاصطناعي. تحفه. وانا بقى لي 4-5 سنين اكتب في الاهرام واكتب هنا واطلع هنا ونعمل ابحاث ونقول الحقوا يا جماعه التكنولوجيا هتودينا في مشكله وعلى راسها الذكاء الاصطناعي. وبنطالب العالم انه يعمل مواثيق اخلاقيه للذكاء الاصطناعي وقوانين وتشريعات.
مؤخرا من سنة واتنين بدأت الأمم المتحدة منظمة التعاون الاقتصادي الدول زينا كده نبدأ نحط ميثاق أخلاقي. إيه الميثاق الأخلاقي؟ أنا بالنسبة لي شايف إن هو خطوة لكنها ليست كافية. ميثاق أخلاقي بقول إن اللي يشتغل في مزاج الاصطناعي ده يا جماعة ما ينحازش لجنس ما، ما ينحازش لفكرة ما، ما ينحازش للون ما. وهنحتاج نتطور بعد شوي. نعم هيحتاج يتطور كل شوي. نعم بس اللي يحتاج الأهم القانون. أنا النهاردة في مشكلة حقوق ملكية فكرية للمنتجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، عايزين نحلها. محتاجين قانون عشان يقول لنا لو العربية ذاتية القيادة موتت واحد نحاسب مين؟ دي قضية كبيرة برا. هل نحاسب اللي صممها ولا اللي عمل البرنامج السوفت وير ولا الشركة المالكة للعربية؟ مين؟ ما هو تسلا بالمناسبة تسلا ما في عربيات عملت حوادث في تسلا فالموضوع مثار. هل نحاسب مين؟ احنا عندنا مشكلة ان لسه القوانين ما حطتش الاطار الواضح للملكية الفكرية اولا للمنتج الناتج عن الذكاء الاصطناعي. تعرف النهاردة ممكن بشات جي بي تي وغيرها من التطبيقات يطلع مقال يطلع شعر هذا المنتج حقوق الملكية الفكرية بتاع مين؟ بتاع الشركة صاحبة البرنامج طبعًا. ولا المبرمجين اللي عملوا الالجوريزم بتاع البرنامج طبعا. طيب لو الكلام ده الحمد لله السنة دي في معرض الكتاب كان في يوم كام كان في مؤتمر الملكية الفكرية وكان في الذكاء الاصطناعي حضر بقوة لان الكتاب خايفين طبعا والمؤلفين يعني هتدمر الدنيا. احنا محتاجين قوانين وتشريعات الفترة الجاية على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي. احنا بنناشد بالمناسبة مجلس النواب الناس تتفهم ببساطة يعني ذكاء اصطناعي وبيعمل ايه وحدوده وقدراته وممكن يودينا فين عشان نبدا نحط من التشريعات الان اللي تحفظ. اصل احنا بقينا منتجين بالظبط. احنا مش احنا لوحدنا احنا في فريقين 3 4 5 ممكن يكونوا اجتهدوا في الفترة اللي فاتت عرفوا يجيبوا تمويل. طيب في غيرنا الفترة اللي جاية. طيب احنا بننصح صندوق مصر الرقمي مثلا صندوق مصر الرقمي انه يستثمر في الذكاء الاصطناعي. طب انا استاذنك هنعمل حلقة تانية عن موضوع المخاطر. حلو جزئية وازاي نكافحها. بس قبل ما اسيب حضرتك اقول لك حاجة واحدة بس. الذكاء الاصطناعي سنة 2030 9.5 تريليون دولار. سنة 2020 كان 750 مليون دولار. 23 1.5 تريليون دولار. تاني 2030 9.5 تريليون دولار تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع انترنت الاشياء مع الجيل الخامس اللي حضرتك كلمتنا عنه 9.5 تريليون دولار اللي هو قد صناعة قد النفط قد سوق النفط طبعا. خمس مرات. اركز فين واعلم الناس فين وانتج فين واستخدم ايه عشان اروح لاقتصاد المعرفة الدائم والمستمر في التقنيات الجديدة. عشان لو في حد بيسألنا يا جماعة احنا عندنا مشكلة وعندنا أزمة اقتصادية حلولنا النهاردة حاجات ما فكرناش في بكرة هنفضل طول عمرنا في أزمات. فاحنا محتاجين ان احنا نعرف بس كويس ان احنا بنتحرك واصبح عندنا لا في جهود في جهود في تدريب في كليات حاسبات في استراتيجية وكنا كمان نتمنى من الفترة الجاية تبقى الدنيا أفضل ميثاق يعني أخلاقي كمان ده حقيقي ده حقيقي. فده شويه دينا يعني تطمينات مؤقته على الاقل ده صحيح لغايه ما نشوف الدنيا رايحه فين في هذا العالم الغريب. انا بشكر حضرتك واستمتعت جدا باللقاء معاك بس في حلقه بقى تانية ان شاء الله هنتكلم فيها على قصه الديب فيك والاي اي والقصص دي كلها لانها عامله مشاكل بره كبيره يعني ده صحيح ده صحيح. انا بشكرك مره تانية الدكتور عصام الجوهري مدير المشروع وعضو الهيئه العلميه والمستشار بمعهد التخطيط القومي وهو وفريق من الباحثين المصريين وضعوا لاول مره عندنا بننتج احنا الالجوريزم او الخوارزميات الخاصه بالذكاء الاصطناعي ببرامجنا احنا وبدانا نجربها بحيث ما نبقاش يعني مستوردين بس وطبعا شيء جيد للغاية. أنا بشكر حضرتك مرة تانية وبشكركم نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من 90 دقيقة الأسبوع القادم.